بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، درسي وكيس دحات كمبيضة من منهاج المتعلم لأبي حمد الغزالي عاوح في ليات فالين ديار لويه آتر هذين حالي ديبهن الله قد بس أسامة هاي هاي يا ديار مقعا ويس يونس يونس محل ليدا هذا وحل ليدا علم تعريف معرفة الشيء على ما هو عليه هذه هي تعريف محل حمد محل هذا لسانكم ركضها يا أبا اللقوك لي أنا شيخ زكاية حمدي وشكر محاول حي ما هذا نق يا أبا القديد محاول حي شكر وحو خاص كوي هاي وحيس حسان كوف فلوضو ما هذا نقيس وأبا القديس شكر يقول حقيقة دعاه أفي آدم وكدعا حمد يقولنا حمد وحاولي حساب سبقدعا يقول لدي إلا قفت شبنا الحساب قفل وشبنا ميسي أبقى صفة عليها خير إذنكو حقي إنها يا ديار إذنكا علوم تشريعات ويكد دايري ساعة يدي ومضي kala hada sheeg ka fogaada leeyd maxaa loo yiri ka fogaada oo loo caay soo loo geeyay cilmiga iskiinu waraagsan yahay ay cilmiga waxaa loo cambaariyaa saddex sababood mid kamid ah ila ay yuaddi ila dararin laazimin ka tacallum cilmi sihri barakallahu fiik أنت أن كنت دين رونتي دعاء المخلوقات لطالب العلم وفصل إياهاي ننك علمك شرعك برانا إن مخلوقاتك يدعين إياهاي وإلهي أبر إياهاي وقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى ألوين يو ملائكة وملائكتي س يو أهل السماوات والأرض عرك دولك الدقن عفوا عرك دتك الدقن دولك بالدقن مخلوقاتك الله كمذا حتى النملة قرآن كذا الله كي في جحرة قد كذا كتشرت لا يصلون وحي أمانيا أما أدعينيا على معلم الناس دتك قوة برا أما دتك ننك برا الخير وناك برا إلهي سبحانه وتعالى يا ملائكة مكرمة أهيد إيو عر يدول دتك كنو لمخلوقاتك قرآن كذا قد كذا كتشرت الله كدقي وهي أمانا أما أدعيان آدمها تدك خير كبرة خير كان خير كي شريعة النج عليد خير الدنيا والآخرة أها يلا جودة مرك حديث كنا وحديث صغن ويذ أكتهين وحسن مركو إيريا وذا دنوا بصحيحيان بق هدا اللوين سبحانه وتعالى يا ملائكتي يعري الروح كنا الباء أي أدعينا يان روح تدك خير كبرة يعني هو عالمك هذا مرك عالمك معلمك قرآنك مدبري نك دينك مدبري أيها اللو تشيدا مرك انت هاسي ضد لو شيغي أما الله يا رسول كيسي يا ملائك يا أنبياء يا حيوان يا وحو البون ولا ود عين يو وحام لو شيغي ضدك إلهي أمدي سي مخلوقاتك صبر خيراتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضل عالم بهذا كساب سيحي نك عالم كفضل قولي هاي أوديري هاد ككلا عباد أوديري ولا فقيه واحد هل إنه فقيه الدين تفهم سن وفهم يدق إله الدين كيس أكسي يا أشد درن على شيطان إبليس أقدر من ألف عابد كن عبادي ستو جاهل أنا قن دين الله هاي حديث كتير من الواجب أورية من حد إن عباس وإن صومر وأنا ضعيف وأنا ضعيف لكن موضوع ماها على الراجح سيدي ولدها قاركوت شيغين اي موضوع اكو شيغين صح ماها ما هاي الاحاديث دوره او بركيد ولدها قاركوت تحسينيا با ام خراتي كعيسه
سيد حديثك ابن عمر ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين. وحكيم الترمذي أوري في نوادر كذلك بيهقي في الشعب أوري بسند ضعيف ومن طريقين ولبك إيمانيه. وحال مذا حديثك بهراء الصقونة ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين، ولا فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، ولكل شيء عماد وعماد الدين الفقه. أسنى الترمذي بأوري حكيم الترمذي في نوادره طبراني في الكبير يأوسط كبطارة قد غير كوت سنة ضعيفة يقول كوريا. وحاكم إذا حديث ابن عباس أصغونا أبابك كو إيمانا أفضل العبادة الفقه في الدين وأفضل الدين الورع أصغونا. وذا دكال أيوة ابن عدي وكمل قضاعي في مسند الشهاب إيه ابن طبراني في الكبير وأصغونا سنة كيس محتمل يهي. وحاكم إذا حديث حذيف من اليمان وأصغونا أبابك كو يمد حديث عبد الرحمن عوف حاكم إذا مرك حديثك هو موضوع لا إله وتلابات دير لكن والله ضعيف كرا. إذن محايا لنك عابدك إلهي غيرك إلهي عابدية بجهل أدوحيس عبادة ماه وعيار لقا أقبل ما هي ومضنا ويكف تنوبي وننفي عنبا لمودي إنه وحيا لمودي وحنا لما تشوقه نما وحبا لتشوقين با وحلا مودي ومدي بأفين والوكة ثومية صادرت خطر بومدكو يا هي. ومع ذلك الشيطان كن وحاو سهلا إنه رمية وحضونا قصمية وكعياره ما هي في النظر كتيمد يبدعوا كي ما دانا جهل هذا سي وما تكسو قالين بدعوين كسو قالين وجهل قاسي يي يي يلا إرصدا عالمكم مركي إنه في النوبة أصو نقد فاجر أما مفتون نقد موي وما ده إنه بدبادية أصلا. قال الشيخ أبو جعفر وحوري سمعت من الشيخ الإمام وحنكم غلي الشيخ الإمام كمودين لوجي أبو حمد الغزالي قال إنه يدي كان في أيام السلطان إسماعيل بن سلطان أحمد سلطان إسماعيل ابن سلطان أحمد حلقي سوحاها فقيه فقيه باتشوري إن كان سلطان إسماعيل ابن سلطان أحمد ليده هذا وبقر كأساسي الدولة اللوية قان أسامانية كهو الرئيسي الدولة الغزنوية برق إيشيا تاريخ الإسلام والله سعطان برق إيشيا ودولك خراسان لأورنشري إلى هندية إلى تشين حدوديس لمن بقراء أو مسلمين أيا كتلين شري او حقنا الرعسان خلافة دي عباسيين تي بغداد شوكتي خلافة مركة بغداد كردس نايد أطراف بلاد سيدة خاصة برق إيشي أود ميسو كو قاري شري نمان بقراء كو دقالمي شري ومسلمين أها كل بانين باكو أتكان شري أيغو مقعهان رعسان دولة العباسية وذات كان مركة إسماعيل من سلطان من أحمد وأنك أساسي الدولة دي بقول كسنة كتن ليسي أفغانستان باكستان هندية بضن كيت إلى تركيا قيبة كم إذا كتن ليسي الدولة السامانية الأورنجية نك أساسي وي سلطان كحل وحاسو مركا دولة أساسي لابد بقول تضباطني السجال كهجرة ده لابد بقول تضباطني السجال كهجرة يو دولة أساسي وحنا دنتي لابد بقول سجاشن يشنت هجرة ده أصوغ مركو دنتي الدولة دي سو حسين ولا شيء سي ورسدي سي دوري دي سي على سي ودن علنك ولب أذ لو قدر صدى على ظلم فيهم أذ لو قدر صدى قال بدن شق كقب تن مسلمين بدن الدفاعين طلب بدن أي دفاعين بقول صنو حريرة صو مركو دنتي لو بقول سجاشن يشنت بقول دنتي بقول صنو قدر صدى حب بقول سجاشن يو شنت أي دولة دنتي وحان الدومين منك غزنويين تلورنج رأيهم أن أدلهم هذه قوة ركف عنا وكجر السلطان كعانك أي لورنج السلطان محمود ابن سبكتكين سمكر نيسان نينك أزو قاهر الهنود لو يقان هنود يسيخ وحان أدى الدون كرغوطن نينك سنكو دعانا كل سيبوها كان أقوم بضان فقيه عابدنا أها علماء الشافعي واقدا بالغود دريبا نينك الشافعي حنفي قد قال لمن إقفال الشاشي ورنج رمقتوسا صلاة حنفي يدو أذكر إن كشكي وذات كبا يا كمل الدولة هذا ما غزنوين المهم أنا ورك وجود دالين إن وعند كاني ومؤسس كي الدولة السامانية إكترين جرت برج إيشية حقنا راح صنعت سجود دولة عباسية في بغداد نكاس حلي جيس وحجري برو غزالي فقيه ليده يقابل لقوم قعدوا النصر ابن محمد الفقيه وأبو الليث نصر ابن محمد الفقيه نكى حنفقها فقيها أبو الليث السمرقندي نك الله يداه بحر العلوم إسكاله خزانة الفقه إسكاله كتب الفقه إسكاله حنفية أركان توضا كمذا وينك الله الوشيء يعني نصر بن محمد
أبو ليث الفقيه ودنتي صدح بقول سلاشن صدح ذي وحاكوا ولا شجع صدح بقول تضباطني صدح ذي واجنن عانا ومواعيد يزوديات كعام كوا فقيه صناعية أصولية مفسرة كتب بدن كل كتب الفن مذهب كفق حنفقة نين نصر بن محمد لفقيه وسلطان كان لعاسري بلد كوكتلين جرين يجوعون أسرع عين مهلين أسرع عين مهلين مركا نصر بن محمد أسرع الله إلى هذا فقيه كان أسرع عن كوا سلطان كان أسرع لعاسري بل رجوا فتون جريبوه ساسن مركا ملهاي وقبطي يدون كضوح كلا سويشان وخير يقال له حل النصر لو رنجري النصر بن محمد أبو الليث نصر محمد الفقيه سمران قد ينتهي صدح بغوت أدواتني صدح ذا أما على اختلاف وفياته لسكو خلاف وفاته هو صدح بغوت سكاشة صدح وحوان كوية هي تفسير كيسا لويقنا بحر العلوم المطبوعة كتاب وليها تراسون وتنبيه الغافلين اللي هذا كتب دور وليها هاي وعضق بضان وكمد خزانة الفقه وكمد هاي الفتوى في الفقه نوازل بوليها هاي فاتفق له وحا دعضي وكؤب دعضي شغل عند السلطان فاتفق له وحا أهر قلي مبالا قوضة حسن له وحا أهر قلي شغل عند السلطان سلطان كأكتيس إنه كشقيه ونقضونين ضدك عاوية أما أفتوضة أما قد ضقبت أما واعد النقضة فلما دخل عليه أما حاجية ضنب كيشي شغل كاسي مرك حاجنا ونغنكرا فلما دخل عليه شيخي فقيها مركو أصوغ لسلطانك قام له سلطانك أو إستاغي وكرمه وانا قدري واما موسي وعرف وحقر واقصده وقرت حرمته حرمة الشيخ يفضي وقضى حاجته دنتي وذات كلهان وأقود سلطانك فرجع الفقيه فقيه باسول الله بتنصر محمد الفقيه أبو الليث فقال أخو السلطان نين سلطان أمام مسؤول مركو وحوانا أكسان سامي إن رفيالو لبتاء خير كي نعسي سيسا او وحي وناكسنا قدرت ام افول حميس لموايو او شياطين فقال اخو سلطان وحيلي انكسر ناموسك هي بدا دواي دعدي شرفت هذه جبتي بقر لغا هيويستو او ددكم مركي اركان كاجان او لا غرغريرد اهيده ما انت وداد فقيه اسك دوبين ادو استاغت ادو سلطان كده نايك تلهي برغي ايشيا انكسر جب او واجبي ناموسك اي هيبتك وعظمتك اي وجيده شمبر كبا كادو لي معناها في الصومالي قال انه قد قرن يسال محاجروا يقول فان من سمع قفك مقله نينك مقله واحد ما انت سميس يقول وحورن هيا ان سلطان اسماعيل سلطانك اسماعيل قام لرجل من رعيتي وحو يستاغي نين كمدا رعيتي شعب كيس كمدا فقال سلطان وحور قد اكرمته شيخ وان كرامي لأجل فضله وكرامه وعلمه شرفتي سديني دي أقونتي سنكون حمية مويني ضنك لما جرى محانا هي بدأ يقض وشمر كي يقضوا لله وأكو سيدي إذن بقر كي هو مركة هذا بقر رضو هذين بضن بايدين شيء دور هولان لقد تابنين باكرة بقر رضو حال ليلة هذا المعرورة ويكعر دويه بقر رصاصة ليلة سيسي بقر المعرورة وكعر دويه المعرورك وحسن عرورته وحك عرضك عرونية سيد يدرب أورها لأنه ضع عرورته أقنع مك وحلا سينا واسك قنعة وحير كمرك إلوش هبينك حكر ربي فكر حول هي بدي بكرد عادي وكان وعلك كله أما حرت اسك كلا دريرتاي شعبك ثم رأى السلطان سلطان كي إسماعيل بن أحمد وحواركي النبي النبي وكارك عليه السلام في منامه رددي سبوكارك فقال النبي حكوي هرددي يا منامك يا إسماعيل إسماعيلو إنك قد عرفت حرمة العالم ألو حاد قرواق ستي أود موجسينك عالم كشرفتي زيو قدر كيس مرها داد أبال كاق الشيء وواجبك آت توسيسي قد حكم الله رب حكومة ألا يأخذ من أولادك عفوا ألا يأخذ الله يأخذ إنه سنك قاضي إلهي أو سنك كحيوبين من أولادك درية هذا السلطنة بقرتوية 100 سنة يكون حكم بقول السنة أي ورصد هذا دولة هاينا يانا تايلنا يا أبالك أدقى شكلية أصغر حود انت لابا بقول سقاشان يشانتي هجرة وأصغر وحونا دولة دي للدمية صدح بقول سقاشان يشانتي بقول كسنة وكا
بقولك سنه وكا اذا الى وحو حكومي مشى مركه انقلابات عسكريه اوديو كوداتو ايا كجري جري بقول سنه دوله سامانيه تاغنيت او تو اسغو اساسيه ولاد كان اسماعيل ابن سلطان ابن احمد ابن سلطان سلطان احمد عفوا واخوك اسحاق ولك اسحاقنا عاب عليك واكو قونسد ما انت وحا تميسي رب محو حكمي قد حكم الله تعالى الا يكون من اولاده صاحب ركاب قط اله وحو حكمي اسغا ورثديسا هل لنو امير كنقنين صاحب الركاب نيكا كورها لو قبته مركي حرمين يا فرسك لو قبته بقشه لو قبته ايا صاحب الركاب كلا يدادا اسنا وحال وحا لغا حرمي اسغا ورثديسا اني مسؤولين نقدان اديغا يا دروية دادونا بقول صنع دون كذا كتل لي محوكوها لي حرمة عاي تقدير العلماء واحترامهم علماء ولا قدرية ولا حرمية حق الله قرط وحبضن با كيمات وقد حكم الله رب حو حكمه تعالى كو الله يكون اينو سنقون من اولادي اولادي اسحاق ولك صاحب الركاب قط اي صاحب ولاية وامارة قط من مسؤول انو سنقصوا بحن حتى ان السلطان محمود ان مسعود هان ام لنا ماشي ايضا دم لها دريدي سرق وعن سناء دولتي سامانيه كتر سنه وذات كاس اسماعيل ان مسعود رنجري كمل محمود نواجر دريدي ساكا فرانت دم لها حتى ان السلطان محمود عبر وحو طلابه قدبي اود يشين دولتي واساسي سلطان كان اسماعيل شيخ حرميي عبر جيحون وبقى جيحون ليدا هذه مقاله بلخ هذا مره يا افغانستان يا كلا قيبيه قيبا باكستان كامله اوزبكستان مدح قليه ارتين دور دوله اسكو مره هذا قران كشيكين طيب دولك خراسان لو يقان ايران قيبا كامله افغانستان باكستان الى هنديا حدود سجلية وبياشا مره وبيش هو وين بكترسيه دور كنوس كيلومتر بصعوده وبقى اسا مركا ودحين جري انت بدن مسلمين تي قالها كلا قيبين جري وحي دنكا كا وحق هنديا جرينا قال يا هانشرين وحدن كان سو جيرنا مسلمين بيا هانشرين اسو اوديس وحي كانتي وبيق انتو طلابه انو قالدي جبيو ويل او دلي او دريديس او اها سلطان اسماعيل وهزم وحو جبيي اهل خاقان خاقان ددكيدي بو جبيو وتركيدي كنولايد مش هذا اللي يدا طاجستان يا كازاخستان كنولايد وي فتم لو حوضت ميستر ماينينك اللي يدهدو سلطان اسماعيل يدريديسي 100 سنة من ذلك الوقت لقب الله بهبينك وشيخ حرميي إلى الدولة ديسي أي كد عيسى بقول سنة ورد ما يبحسنت ببركة أنه عرف الحرمة والفضل أي للعالم بركة يفضل بركة قدرنتي حرمينتي وقرتي وقر واقصدي شيخي نصر محمد الفقيه كذا في رونق المجالس كتاب كرونق المجالس ليلى سيداسا كو قران قصد ساسي او غو تالا بو غزال كوليا كتاب كاسنا وداد حنفي ومارخا قرو ليلى عمر بن حسن اسم رقمتي ولي لما طابعين ولي لما طابع ومخطوط مرك قصده كما يدو دم يدو سيدان ان فافاسن كما هيلين كتبت هذا لطابعي لكن انت غزالي شيء مقصود كذا ما فهمينه دول كوحيابها اي كردس مان اي كو استاغان اي كو تاريخ قلان وحاكم اذا اما لغو تمضيو ان علم اذا علم اذا لقدريو لحرميو وحابه كد مان وحاكم اذا ان علم اذا لقورس اذا قصة فإذا ذي عبرده وانت سنة دانا شاهد باي كله اذا قد يضا اي اذا واد قرانا ايزان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام اي مركي ومكة فرطي اي اسلام كباهاي سنة كسرالة كدم بي يكي تضبادي كهري فتح مكة إلى سنة كتبنات إلى حلو كد وراقنا بقدري وكي قيصر ومركا كتلن هي الروم وتركيا مركا يا الشام تنادى بلاد الشام لك اللي يادت قرن إسان فلسطين يا أردن يا لبنان يا سوريا كتر سيئين يا عراق قيبا كمدة يا سعودي حتى قيبا كمدة إيه لول كاسي كتلن جين الروم الروم قيب تركيا هي انت بلاد الشام بكترين جري قيصر ري فارس وكسرى وبقر اهان عراق يوحي الله المالي كترين جري نبي وراقوه قري ودري بقر دمبالك الدينيه دي الدعويه باقي الاسلام كها دمبالك غاري با كميدها هرق لك غاري او شام مركا جوغي ود غرم نيسا هي دمبالك غاري رساله غاداي كسرى او نينكي ري فارس
ريفرس مدحوينه ده عراقة لي مركي هرقل اللوجي ورق النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأخري وحرمي وويني برفون بكب فيي أما واحد قوم بمرية أبا حد يا صندوق قرحصن بكر ذي وحون يلي نبي الله سليمان قداشي ورق أقيم بضنيد نم بقر الله كنوي ويوري وإلى عشان مال بورد ذا كدي من السحابي وفرين توذي يوحكوي لي أحد ككوسو وراغ ذا وأحد كأي شيئين كتب طيضة ونبي مرسل أه وأنا أغا هاي وركو شيئين واسح وأنا الراعي لها والرمين لها هدانا كبغين التلقي وإدي لها يعني. محاو الدليل أه وحيو ننك مفتقى النوع أه قيس كنوغو وين بواب كنغا وراغ ذا قاد أغي والله هذا العيدا بكدري وراغ ذا بالقو أخري بوابكي وبا إسلامي والنبي محمد كنا لو شيغي واحمد كي عيسى كبشاري ويروون اسلامي خير رومبو سو ياري ما حد يقول تقان شيخ شيخ انا غي باهي ان لا دبا هلينين وان اسلامي اوغادا كو بي كسي وي ديلين هرغ لو خول ما حد ارغتا شيخ ان لدي زومارتا انا غان لا فغانو عبسنايا معناها صحابي كدادعي حقيقتن waxay ahayd kursigiisa ayuu cabsanay u cishay nabiga inoo sheegay alayhi salatu wasalam حرمين تحرميي وراق ديسي يعالم كنبي يا رسول كرب الصوت دريب النبي وحيري ثبت ملكه قيصر ملك جيسي والله سوغ وسيجري دونا إلى قسطنطينية لغفر تريرهم بقرطي لهاي مسلمين تي صحابة الشام بي كقب صدين روم والله كعين واي وغيبتن تركي قوات قرنيس وادن بي أي الله إذا ترى خل دولة دودي ثبت ملكه لماذا نبي جمرك الله شيء إن كتاب كيس وحرمي سيد نن جبني ما أو بقرة وحرمي نن عالم الرسول حرمي اللي جرب يقول ثبت ملكه عبد الله بن حذافة السهم من نبي قدر كسرة قل يدبك عبد المجوس تاع العراق هيستي بحرين بالله سيم مرة كذب واللوجي مركو الرسالة ساو فريبة أخريا الليل يوحي من محمد إلى رسول الله من محمد الرسول إلى عظيم الفرس كسر أبو نبي قري وقال سورة ها هد ما قاعد يجي إنه كتب الله بيه أهيد بره وبيحرم الدنيا أسرع يسكتب الله بيه كأن وتحتح وراقد سبحان عليه الصلاة والسلام بالفضيل كيسك ما قاعد كلي ولا جهر مري وأنا أدون كيستو كبير سن وريهم كحب بدنا وريفروس ويكحب بين الرومك لمن كسب بان ولي بعرب وقميسين جر ريفروس بها هاي صدرت المكه يتشبين اي دغالمين رير هم ريفروس جبكود وكي مسلمين تو كفر خيت هو ريفروس وات قرنيس القران كنا كشكي سوره الروم المهم مركو تشح تشحي دمبالك با سو غا نبي وا لو شيغي ها ميو تشحي كتاب كا مزق الله ملكه بور لا كسرى بعد اليوم سيدي بين نقطه نينكا وراغ احمد جحي بقر كدم ريفرس مجري مقدر بيسكو دخلين مقدر بيسكو دخلين وخي كو دحاي واد غرانيسان وكي بقر كيسي دعلي سي كوفيد وخرين تاج كيسي يو تشيمي سي هلكا الى هلكا بوخين جيراي اي مركز وراغ بن مالك لو خري اي دين حدودي سو قري اسو انتو كو خري جيرين لفون با كان ريفرس جيت دو عابدكا جيت كان ليغو مروديا صحابي سراق بن مالك باتشيمي انت على الله حري هل كان الى هلكاس يبوحس دعان مرودي ووتي المهم ريفارس دولدود مخي كدونتي اني حرمين واين كتابك عالمك ادونك خيلغا كجري اه صوبنها عليه الصلاه والسلام دولد ري رومنا مخي كسعفتي اني كتابك حرميه كي مصر مقوق وسوح من النبي مد سوين ولاين وادم باحلك لقى قاضي نجاشي أصوه بإسلامي بواد قرنا يسحبنا وحرمي بقر والبقر سدس وبنها ما الحم بقدم بين شري ولذلك السلف كي سحبوا حورن شري مركا انتان دولو قال عدا ان دول فريسون اما هير دول فريسون ان كات كان وين اما انفرون وين قال عدا ايضا يحس نقاس وإن النبي محمد وحكى الشيخان وحن أغان جرين جبهايا
نبي محمد بهدي وحكشة والنبي عايان إن منك أي شبه عيان حلي كان فرلا ينقل عدا أنا يسود وذاي يوم كوب شاري سنشر إذن دولة وحيابها الدمية وحاكم ذا علم جاء يدتك سئن الله قرصده أم الله درابه سنة دين أصل كل هذا قصة أمريكا أما قصة جرتها النقطة أما يسنجرين لكن قابك وحسكو الاسكو آدي قابق آدو قرصنا واقع وافق سنبو يجي ما دام أن قصة سنة أنا هل أنت سنك قتلنا وقال عليه الصلاة والسلام العالم حبيب الله ولو كان فاسقا والجاهل عدو الله ولو كان عابدا العالم إنك إلهي يقان ربي يقان نكون رقم دينك حبيب الله إلهي مدو تعلي هاي ويه ولو كان فاسقا فاسق بها النقض مر بها دو علم الدين دي يقانو حق النحو قبل دعم أولي هاي يفسقي الله تعلي هاي علمي قسوك تعلي هاي حميه سكرنا وان عبي الله قوضا والجاهل إنك أقوان تدرن عدو الله إلهي علكي ويه ولو كان عابدا عابد بأ الله كاردقو حديث كان لا أصل له لا أصل له بل وباطل اللفظ والمعنى معنى هاني اللفظ آن بوا وخلدين يا هاي دان دون دونين أنا أقول مهل لكن ومقولة عربيض وعانة ومشهورة حديثنا أنا هاين باللفظ الكريم والبخيل مش العالم وحال قل ليس الكريم مش الجاهل لو حد قل ليس البخيل مركوا حكمة من حكم العرب وأه الكريم حبيب الله ولو كان فاسقا والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا مرك حكمة نوع عصاهيد بحديث لقد قال المهم لا أصل له محايا لي فاسق إله والنعب يا حبيب الله من غنكره جاهل كنا عباده لا إيمان يا حبيان لقى أقبلنا عدو إلهي لقمة المامج لقمة المرك وباطل اللفظ والمعنى حكمة من حكم العرب بحديث لقد قال سيدنا موقنيس حكي وحال وريب ذهب إلى غزالي أن من الناس أن بعض من الناس أما أن الناس اختلفوا من تزيادوا قابك ودندون وحلي ضدبا وحيسكم من رافين في شرف العالم الفاسق عالم كفاسق شرف يا إيوه يو شرف الجاهل العابد جاهل إلهي عابده إيو عالم فاسق كيبا قيمة بدن كيبا فضي بدن بالوسكم من راف فخرج منهم واحد مد بكسو بدوي أنا إذا كلاطوس هيا مانتا عالم كفاسق أيوه جاهل كعابد كي قيمة بدن يا أمد أرون وذهب مع محلة هذا ورقة قيدت كي سيستم مرمهي إلى صومعة العابد الجاهل بولسوفيت كي وننكي جاهل كالدقناء وكو عابد عبادة السنين فخاطبه انتو إزقاريي يوننكي ماشي كتري الله اللي عابد كها بأن يقول يا عبدي أدون كيغيو قبلت دعوتك بريضة وأقبلي وغفرت لك ذنوبك الذنوب تنوى قرافي فترك العبادة عبادة الرفات قدالك إسكتها يصونك الصلاة واستر إسكان النص فقال عابد الجاهل عابدك جاهل كوحيري إلهي إني أرجو منك إلهي إني أرجو منك هذا إله تني وكاسو هاي إن دعوة قاقبش ودن بقى إضافته كدبنا أن عبادة كان نصطون دي سنة نقضه سيطدي دبرك بلغة فرطي وإني أحمدك أنور وأكوكم هدين يا وأشكرك ونكوم هنقى هيا وقد عبدتك وأنا كسوع عبدي وقربا أولا إن لقع في وحول با في زمان كذا وكذا انت سنانك عبده ما أنت إنا نهجانك يكينا الله يغفره ومتوانكم ما تنتهيبون فقال القائل نينك حاجتك على سارة هي إذا أنا إذا كرتوس عابد جاهل يا عالم فاسق كيف يا محمد فقد أخطأت واد قفت عابد وكفرت لجهلك وأن قالوا أقون درا لا قالوا إن قالوا حاو صوبة أقون درا هذا سي عبادك أقدر مدرر نينك عابد هذا عبادتك تكاليف تلقي ذا هي الدعاء والملائكة بلغة دافلها أو أولياء الرسل بلغة دافلها واعبدوا ربك حتى يأتيك اليقين بالسكوبك هذا نك فشل المركن نك عابدها أي جاهل كوا فشل ماي عبادة سيسكداي قال لي ما بقول عيبة ربي جيبه بقول كفري ثم ذهب معه وحول الله قال لا هذا كحدي سيست إلى العالم الفاسق عالم كفاسق ما جبتوا شوقي فقال ذلك القائل وحول يا عبدي توزقري أضنك أيوه اتق مني إقعب سو
ربي قال أنا يقعبس وأنا ربك وأستر ذنبك أنا ربي قال أنا هاي ذنبي أنا وأستريه وأستر ذنبك أنا وسيغ في عن لكن هذا مستر القلع بأي قرآن وأنت لا تستحي مني أذونا يقمح شونيس ربي قال أنا هاي ذنبي أنا وأستريك ومعي ومع ذلك ننحشون يمتي فإني أريد وحان دوني أن أهلك إن أنكو هلاقو فقام العالم الفاسق عالم الفاسق مقال كان مقلي يوسف بودي وصل سيفه وسيفتس وقال كالبحي وخرج من مكان ميش كجرين وكسف فردي فقال وحوري يا ملعون ملعون ولعنته كقود عدي أنت لا تعلم ربك ربك ما بتقاني دي قربة رب النقطة فإنه علمك ربك ربك أنا أكبرها يا سيف أنا أكبرها يا وحدكوها الله يسوه هول ربي ماها ربنا شغل كبار هاوش أيضا مرك الشيطان يقول عيارة يا تاي لكن أنا أكبر أي وحي رسوك سيفا أكبر أي فذهب ذلك القائل قائل كبا أتقى قوليه معهم لجيرن كوذو لتقى إلى مكان ماشي جوغين مرك رمورا كبلا وذي دبع قول لابتين فعالم وحي أقاد شرف العلم وأهله تتكى علم شرف تيسيو يضتك علم شرف تيسيو يضتك سهيستي من قال لي وكابد بادي علمي منا جهل جيس قال لي وكوردو نحرك قصد الله كان أمثاش ومربع الله كان إن حلقوا عديه ضرب الأمثلة وللتوضيح والبيان هذا يجر دون تحقيق بيس أهان تقديرات كويس كتيران قضية أن هذا الشيخ كه الله ينوى قضية كتب السلف مشهور كوا حق مسألة أهان بنو جيدة أوش عالم كفاسقة يا جاهل كعدل جاءه كيف أفضل بدن بيسويديين وحكوا اللي يسويديين جاهل كعابد كه يا عالم كفاجر كيف أفضل بدن وحي يسويديين وكله يا جاهل كأمين كه يا آمن كه يا عالم كفاجر كيف أفضل بدن بحث دير بيهوش أمريكا كسمعيين وسلف كهله هذه يقولنا وحاوية مسألة اللغة ترتنسين يا عابد كجاهل كا يا عالم كفاجر كا مسألة كحران تاي باب الأمانة مر كان مرينه عالم كفاسقة يا عابد كجاهل كا أمين كورعة ورعة ينهر مرينا جاهل كا عدالة يا حلال ميرت يا أمانه هذي تاي عبادي سبحانه وخسي أصدق وجاهل كيه وهنا عابد أقوم بنا لكن ومستقيم محرمات كيسك إلالية وعدلئة ونن أمين وأمانة ذي حقيسي حق الناس كليقانا وقرني ونن عدلئة وان بين شيئين وان فاسقة وان جريع على الله يا نهي يا عامة الصوماليات بعلومة مالها قاركت كافي عن شغر شادو أفكي وقريها قلقلين آهي مركة عابدك لقاها الله إياها دواء عابد وبحسن إياها لكن ألقوا ترينين حلومة وووينين معنا هنا فأنتان مربة معايا إلي وحاوي أمينكو وحاوي باب الأمانة أسقى الله هرمري وإن كان أجهل الناس حلال ميرت إلى أن هديتها أسقى الله هرمري run hala sheegay sidqi iyo insaaf iyo cadaalad marka la maray asaga la hormarin oo caalimka faajirka faasiqa khaayinka laga hormarinayo walidalika bay salafku oran jireen saxaabiyya tabiin bay atba'u tabiin ta'awadu billahi min fitnati al'abid al-jahili wa min fitnati al'alim al-fajiri fa inna fitnatahuma fitnatun likulli maftun bi sanadin sahih bi salafka kasugayay min turuq oo tabiin dawra atba'u tabiin dawra kasugayay تعوذوا بالله إلهي كما قال المسلمين من فتنة العابد الجاهلي ومن فتنة العالم الفاجر فتنة نن عابد الجاهلة وعابد إلهي وعابد أقوى نمالها وعبادة بدأ ينبول بكتشرة نفتو اسكقوا يوحوها ينمتشرة ومن فتنة العالم الفاجر وعالم دين تيقان أن كل رقمين كما الرقم هاي فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون لبكوذو روح والبوك قارية محايا لي عابدك وحلوك الثومية عبادة ذيسة
مركاسا وحل العلوبه ولا دبسن علمي صدرت دب في الطرق ده طرق الزهد وكتخصصتي اما هولها الدعوه يمالها محاضرين تبس كتخصصي يددكو اللواني ومالها لقي استاغ وين نعبين علمي سي التخصص الله برنها سيدا قطر دير الله برنها وقت الغب حين الا تدقيقين الا تحرير وين نعبي ضدك عبادة سكوم يكون مشغولين هي السنن هي فرق هي النوافل وحلو علو بعلمي ومد أقوم لأن نقطني ويرقمن محاكو صهري عالم كيف أجرك أسوء مد وحقوق الضهايا علمي عمل كيسنا وخلاف سيا وحيورن عامد وهضي هوش حاران تاي شيخ بلبا ما سميه هضي حن تاي شيخ بلبا كما دعي مالين دو ميد محاود مبالي كالا سيود مالين دو بانين يكن مسلو برك ربكو سابسن يو حيوان بنوك الاسلام كشكتا يوم دو كله قويت مركاسا نوشيغي شيخ البابا قاطب ورهو شايد محاد ادو حرام ويوريدا هدانا نكبقين هولي ادو قبسن جرتين اي نقطنا وذاتك الله شيخ وان شيخ لها لكو اسكد اينيا رقب دون فرديا بأكبا لغيابا إذن عامد وحقون نقونا يا تصالة خربا أو بأن أو دينتي قدمية من مفتون ويأسقى فتنيسان ومدنا وفتنين يا إذن محاوي ننوى جاهل ننوى خائن نن علمي يسيبو خائمي ذلك علمك خائمانا يهود شبهان ننك فتنوبة يأسقى أقول لدينتي قطنطا أي هذا عمل كيها الراعين علمك الراعة مهما الصوماليات فيه شبه من اليهود بسلف كورنتري من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى ساسي سلف كورنتري إذن جهلي إي خيانة كيدرا خيانة درن في الشر خيانة درن جهل في الشرائع إي خيانة خيانة درن صادرت اليهود ويكجلسين النصارى كتابك القرآن مكاتبه في رسالة من حيث الجملة مركع عالم كأن دين كيس كل رقمين وحكا خطر بدن ياهي عامة كيس كعبادة سنية إعابد كأ كو مدها الدمية يدين تكوت ومطاع شرعة كيستاج إلى هذا هاي إنك وناكس ربيع وحدونا هاي إنو حقاتيو وصن لك رقاتين كرين وذا دهس فساده مركع إسكا إلالية محو لو يوافند لكل مفتون وحي علم ليهين مسلمين تي أمضوا لبكو حوض بيكو ضيدان عبادة أي علماء فإذا كان العباد جهلة والعلماء فجرة عمة المصيبة يعني سلفك أمضوا لبكو حوض بيكو ضيدان يكو ضيدان ذاتك أهل العبادة إلهي أقو أي إما لها فردية والغو ضيدان وناقو ذا علمنا والغو ضيدان فإذا كان العباد جهلة والعلماء فجرة عمة المصيبة مصيبة الدين المضور نبي هارين يسا وحكبت بادي مجرو حابدك داد راعدو قد بو كالرع شل قوتي شابات كفكن وذاتك داد راعي ريبو كولا قلي حقين لا هذا مرك نينك كور اسكو كاتي انوي يا اللي محاكو دعي كور بوك اللي دي واسي دي بالي دول اي علم واشي بان مهيور دول اي علم واشي حال يشوف حقا قبل الله وكاتي هي قرحك صبحنا أو كاج اللي قرحه وآية من آيات الله عظيم حقنا أو كاج ويقول هذا ضيع بحق صبح هاي بيت المقدس بحق كاجرة عركو كلدي بس ده بقى اللي يعول عدول علوا شيء بعدنا مركع ملك الله بنان ما جرت يعني هو مثال بيوكيره هوا شو أصير نبتشر وياه دي هذا لو تحضره ولذلك صحابي هرم من حيان لورنجري يا مالي وحلو واياكم والعالم الفاسق واياكم والعالم في خلاف سيدنا عمر خذ بدر بوتشيدي لبك وحكاها الله علوم ماذا فسهادي سيدنا عمر بام مخلي وراقب صوقري يموت حكيت لك انت يقول واياكم والعالم الفاسق نم فاسق الساعة عالم النغنكرة ذهب وحيو عمر وحوق صدي فاسق ان عالم بل هذا محايا لأنك عالم وحي سلف كوية قانين يا صحابية تابعين وذاتك كل رقمة دين كيسة هدوسا كل رقم خضيب بأوية قانين
أفتهن محل سياسي دبلوماسي وحفلانقية قيد كهضلة أفمال بيديجرين ميسن ديجرين عالم فقيه عالم حقيقة أن سلفكو نينك الدين كيسا كل رقم هدو كل رقم وايو أفقبين بالليل هذا أفايين كريه بالوي لغمة تريع علومة عمر مفهوم كاسو هايستي سحيبها صوبح إياكم والعالم الفاسق ومفهوم كي مصطلح الشريف كاسيي فاسق وغشر حمرك حوري سيدنا أيامر المؤمنين خير من أجو يدي أيقو أقول لهدي فسهادان أمضي بيطلومين أيان أيقو نوار رومين أفضل بان كدقة هايي لكن مقعي وناكسر ما نمدقين ميروس الله سادة كود وفسحان تايبود سنة صحيحة الغوري وقرن سنة كادر صحيحة أول مركز قصة الله الله أيو جهل جاء أيو علم والله خلاف الله بضبا وحيبه مدها الدمية وعماد الدين الفقه ولكل شيء عماد شيء والبطير أيو ليه هاي هوش أمرك أي علماء هور مريين عابدك جايلك في العدل والأمانة والصدق وعدم الخيانة أصل كجود بقول لابانا يا قاعدة شرعية كل ولاية يقدم فيها من هو أكفأ وأولى بالقيام بها حل كستي مسؤولية كستا وحلو ديبا أحد كأوه هبون وإن كان أجهل الناس ولاية كستي حكم كستي مامل كستا وحا إسكالي ننك أوه هبون هذا نبه أنه إنا نمقعون أبان دولة دقال يملتري ninka howlaha dagaalka iyo dhirranaanta iyo taatikada iyo kaartooyinka ugu fiican baan amirka dhigayna ninka inagu quraan yar ha noqdo safiinuhu baa ku joogsado ra'iitiliba halka uu istaagto nimankii nawaawiin ee culimada bulaadka ah iyo xukaamul ibaad safka dambe tagaysan maxay yeelay hawsha lagu jiro waa hawshe hawl dagaalo military way iyada loo deynaya markii naasilati maadili laga fatwado intii la qiimeeyo dhacdadan دين الله فيري حكم كثالة عدي وذا دان أرورينا ريد بوينا أرورينا كل ولاية يقدم فيها الأصلح فيها متك أصوبا صادرتيت يا صحابة وين ومهاجرين أنصار من السابقين الأولين وحا أمير لوغر دقي أسامة بن زيد ودوري تمنجرة خالد موليد ووالد سو إسلامي حيل كان أسقع وحكم مدامجرين وين النقطي نوى ووين محن لوجه تجسك إلى لي وين هذا المركل على نوبح يا الله بحسن دونا ولكل شيء عماد شيء والبطير وكنت أجين هاي بوليها وعماد الدين دين تين وتركدون الفقه فهن لفهموه قلة الفقه هي قلة الوعي السياسي وحين بابي وهذا دين كفهنته واقع يا لنا أذفهنت ويسهل أنت إن أتكبد بعد ومدة هذا واحد رمي وعدم الفقه قلة الفقه شارك عادي قميص كقرحسن يكون في يده في رئيسين هولها فيجا وحبها إيجين وامريه إن بدنا كم ذا وامريه إن بدنا كم ذا والنفع العالم لنفسه ولغيره إنك عالم كديفتيس أصدق إيه غير كيبه وأنفعيس أصدق دجال كيبه ويت أصدق أمض وحترية نفسي سنة وأنفعية والنفع الجاهل إنك جاهل كأصدق ديفتيس إن نفع عضو واحتر فقط لنفسه جاهل هذو واستربا أسقم بوا استروا عيد كلا حطر ماي فكيف ينفع لغيره سير غيرك عوان فعه وحطر عيابا وليس على الشيطان شيء أشد عفوا شيء أشد من عالم يتكلم بالعلم ويسكت به شيطان وح قدر مجره من عالم يتكلم بالعلم علم بقاه الله يا هذو هالله مسألة دينية حكم شرعية هذا الشرع هذا وافق سن ومضى قدنا بقاه الله يا إلهنا وقول دواني هذو آموسنا حلق آموس فرع يقول أبو آموس ويسكت به بالعلم هذا مال هذا الكفرين هاي باجرا هذو كفرين هاي علم بكه الله هذا هذا الكفرين سكوت كي لازم كه وام مستحب كه سو على وي قناة هذا ليس كم الدرور يمه هذا الكلام بديه نول بنك وكه هذا اليري أما كآموس بدنيا هاي مال هذا الكوبا هنا وكآموس وكحكم بدنيا وركن ضروري إن كيف ربنا مل بعض الظلم إنسان تاد مشاه شو بطن ما تدا واقع إذا سيدنا قادن حكم ضره إذا كره هيا نحر كائن كذا ما ويحنون عن تربى عش من غنية حكمي هذا الفعل يال الميزان هذا كوار لك يتصدى
ماشي وبها يا الله كيسته هذا حوري هذا الكن أصيغ سوق جوري ولكل شيء عماد تاسي سوق مرفوع عنه ونصوم الرئيبة قيب توريه منقول وحلق سوق جوري عن إبراهيم نادهم بلق سوق جوري أحد الزهاد العابدين ولا بقيمها بضنا ويا سلف ككتر سنة ثم قال وحوري إبراهيم نادهم وقال إبليس لعنه الله وحوري لسكوت لسكوته عالم كأمس كيسة لا سكوته عالم كأمس كيسة يا أشد إقدر من كلام هذا الكيس أمسكو أمسين هاي فكر بكم قيّاو مسائل بكم فكرة يا إنه استبعد هاي هدوء على أبو دياري أو هبيه بسوديني أمسكو أمس هاي هذا الك هذا الكيس أمسك أمسك أيد درونه روح الدروري ما إن بدن هلا وسم برحدة صر مسكتو يشاء ولقفا تانو كبد سقطات كي عثرات كبد بادية هذو هذون علم بكم الله يا الفرق بين العالم والعابد وحاول حيا عالم يا عابد نين إلهي عابد يا نين إلهي يقان وقال عليه الصلاة والسلام بين العالم والعابد 100 درجة عالم كي عابد وحاول حيا بقول درجة أول حيث كلفقيهن بين كل درجة لابد درجة وحاول حيا مصيرة 70 سنة تضبات سنة إن الله سعده حديث من حديث أبي هريرة الجوري من طريق عبد الله بن المحرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وضعيف جدا أنك عبد الله المحرر أنك ضعيف جدا لكن شاهد بولي من حديث ابن عمر بسند ضعيف يشاهد لبعض من حديث عبد الرحمن عوف بسند ضعيف مركا موضوع مع حديثك وضعيف مركو أبداً هاي عالمك عابدك ساسي أكل فقهين تضبات درجة ولحيسة بقول درجة ولحيسة أو تيبا تكلايك فقتاي تضبات سنين الله سعوده فعرفوا للناس ذاتك أقرت حقوقهم حقوا ذا أقرت أوه هكذا فرنا هذا المسلمين تي أنزلوهم المجالس نوال البابوس كوليه دقا يوال موافق الدرج مواقف الدرجة وليه وقدموكم كهر مريا وقدموهم ذاتك علماء كهر مريا على أنفسكم نفتينا فإنهم علماء مقدمون عند الله سبحانه وتعالى يكتيسة ويكهر مرسيين وكقيم يسيين إنهم ليسوا كمثلكم إذنكم كلماء كما قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كيف يستوي سو سنان يا عالم يا جاهل فإن من عامل بحسنة وناقنك الليما دوه وغير عالم أصونا قول اللهين فالواحد عمل ككلي وليمت بعشرة تمد رجال لقصينية وإن كان عالما هدو عالم يهدين كيقاننا هل كعمل وليمت ضعف والله الله بهايا بخمسين إلى خمسمائة ألف تضباطن كن او جير بلو الله بي اما كنتن جير يعني معلومة دان دنبي يضو مسندة اما مرفوعة اما مستند كي دمهل معلومة دان دنبي ان عابد او جاهل هل كيسي حسن وحلق سوقات يطبن هل كيسي عمل طبن درجة لغا سينية عالم كنا وحلو الله بي هل كعمل كنتن اما الاشن بقول او كن او شامان اهلين وقال النبي صلى الله عليه وسلم المهم عالم يهدى مصر يا عابد يا جاهل من نما إلهنا مصر رسول الله مصر عقل إيه فطر ناس من مهية وقال النبي صلى الله عليه وسلم نبي حكله يجي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي موسى الأشعري يبعث الله العلماء إلهي علماء وصو سارية مالك قيامة الله صو سارية رواية كالي يبعث الله العبادة يوم القيامة إلهي الدوميز مالك قيامة صو سارية ثم يميز العلماء علماء يقولوا سوعية يبعث الله العلماء برب صوصاري فيقول حكورنا يا معشر العلماء علموي إني لم أضع مانا لقين علمي فيكم علمي مانا إذن قال إنه علمي إذا مصين إلا لعلمي بكم أقال إي حقان إذا هاي مويه وحن علمي إذن سيئي إذا كان إذن كدورتين علمي إذن كسها لي إن إذن وافتي وحق أن إذن كايو خاصة ولم أضع علمي فيكم علمي غيمانا إذين فهنسين وإذين مبرين ليو عذبكم عن عذابه فقد غفرت لكم في رواية اذهبوا فقد غفرت لكم أرضي وإذين دم بدافية أرضي وإذين دم بدافية كذا في المنتخب من إحياء العلوم خلاصة مركة أنكسو خلاصية ونكسو قابي إحياء علوم الدين ساساكو كسو كان اليوم نقيم حديثك وحوشة يا غي إن معانيه صحيح يا سند كنا ضعيف يا أبو حديث كان شيعي سند كحديث كنا ضعف بقى كتيرة ضعف بقى كتيرة لكن طرق بدن بوله يا طرق هذا فر بدن كلها ضعيفة
أيوه لي حديث كاني لكن عمرها تكعي لا بح حديث حديث كوباد وحديث ثعلبة ابن الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الكبير يا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عند البيهقي وابن عدي في الكامل لبدا حديث بام معنه سكويمت أصون طرق بدن بوليه ضعيفة ولذلك ابن القيم وحير في مدارج السالكين مركم معنه سكها اللي كذب روى الطبراني بإسناد جيد طبراني بسند جيد كوري مدارج السالكين مجلد كوبات شنبق والطماني سطح كفيرية طبعا دار عالم الفوائد هدي الليلة وحي مرفوع عرن بو ضعيف وذات كله رجع عبد الله بن داود الخريبي ومن أتباع التابعين وكسوغن يا لفظيان لفظيان أتباع التابعين وعلم دوينه ولبوين قادوا قيم بضنها مركة وذاتها قاركو طريق طرق ذا كمدعة ومن حديث أبي موسى بآذ وقلنا في بحين أيضا وباطل ومنكر وحبك مجره لكن طرق كله فربضان بوليه وكقصبت أنه قيم إنه قيب قيب كمدعة وجيدة حديث شواهد أنا ما يسن شيئين على يتعال علماء عامه مص إنه ننكو إلهي علم سيينا خير بولدون النصوص ومراتك عايزة ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين مركا علم الروح رب سيي وحوي اختيار ينعم قوني ورب الله ما قوي ويمرك وينو حرميو إلى ليو حديثك وحلوران كرو حكور من إياه قواعد جود الشريعة ومحاكم ذا وحل سوء ننك عالم كأي عابد كجاهل كوح عذابك أدرين هاي وسي أضق له عذابي عالمك صدرت أمهات المؤمنين إيو الضمر كلام مصنو أنبياء إيو صحابة مصنو عامي علماء مصنو حق أقال كما كان لقاها الله إيو هي واصح لكن دنك الله لقا في رنية بقرك ينينك مسؤولك ملكة تلية خواستي سخاسك يدوك الموسمين والدك إلمه سيدوك موسمين أبدا وحاوي علماء وخواص الله حق اللي فنتي واحترك ما كان لغفيريو يقولنا حريصة شادة تذكي الله علماء سنو هضيها الله أباننا ويكع عقاب كليهين ومضى انت يذكالي إذنك حق عقاب تذكفيريس إيه حديثكم حكاها الله حق الدم دافدة ونا حريصة شادة أسطوردة لبدا بابا تسكوخ الله يسان بالي باب العقوبة ما كان لمريها لكن نعمك يا نحارست يا لطائف تمرك اللقيبين أيه خواست يا عوام تسكم دماء حديثكم قيب تام بوشي ده من قيم بقابك وجمعنا يا دفاعي معانو حديثكم تلمامي وقت يركب بعي آخر يوم ماشي دي حالي جزاء محبة العلماء أبالك أيلي ذا العلماء إن لا تشعل هذا قال في المنهاج منهاج كاسكران واي منهاج كي وحنم مليئون ينو يا هي من المنهاج في شعب الإيمان كي أبي عبد الله الحليمي الحافظ المحدث الفقيه المتكلم الفيلسوف كي شافعي قاي من أصحاب الوجوه يقرني أفراد لين تأفر بقول يا لبو سقى مركا نوم لي ينو يا وحرم إحياء محايا لي يا كتبتي سوا ومسادرته إن بدنا وحوي حاليه غزالي بل إنكم صوفري محايا لي حديث كان وابا وايبا أنا واحد كده وصوت الشيخ ما بهلين بقى مركا ولو قال لها منهاج كوكوية ولو قال لها إن الله سبحانه وتعالى يحاسب عبدا أضم بحسابه يا مالك قيامه فيرجح سيئاته أما فترجح سيئاته على حسناته أما فيرجح سيئاته على حسناته أضم بالله حسابه يا مركز حمانتي سيبا كبضنا نيسا أو كحق بضنا نيسا وناقس فيأمر به إلى النار نار إلا قليل رب فرهيا فإذا ذهبوا به إلى النار حق النار تمك الله كحية ملائكة وكحية يقول الله عز وجل تعالى لجبرائيل عليه السلام جبريل برب حكو رنيا أدرك عبدي وردونك يكتبت أدونك يقبو بدبادي واسأله ويدي هل جلس مع العلماء في بيت في دار الدنيا فأغفر له بل هل ويدي ولقي علماء ما الله فريس مجلس يقول أي شغل الدين كبرنا هي أنتوا الدنيا كنا ولا أنا ندم بدافع فيسأل مركز ويدينا فيقول حراضون كي نار تلوس ود لا اللي بين إله اللي مشي كره ما يلا ما فريسني فيقول الله عز وجل لجبرائيل عليه السلام اسأل ويدي مرلبات
هل أحب عالما في الدنيا نن عالم ودينك يقانو ودينك كل رقمة إلهي درتي ولقي موج على فيسأل فيقول لا ما عالمنا ما جعلان وهمنين أيام ترى نين كاني مركضان قال غفيري وحقوق ضمبين دون هينو ضمبين وقال الله تعالى جبرائيل وحكوله هذا نكوير إسأل ويدي هل له صديق يحب العلماء صديق يحب العلماء نين صاحب وعلماء تعالى ملي أسوأ دوس علماء تعالى علماء وصل لفري سنين إنكار قبوه بل ويدي صاحبدي من علماء تعالى كتير فأغفر له ضاعوا ضافه اللي ندرس كم مرة وقولنا حريصان يا صاحبدي فيسألوا ويدنا فيقول بلا ها تنصوما نين أنا صاحبا هاي بع علماء تعالى شغال بسدايد شغال بانصلا صوفوريسي شغال بانكسر فائدستي ونوشاس وركا سوا في عين يبو وانها يا مداس فلان لي صديق هبل صاحب إياه وذي جيوي وهو يجلس مع العلماء علماء الله فريستا ويحب وانا جعليه فيقول الله تبارك وتعالى غفرت لك لذلك ساسا كوكو دافاي هذيك لما لا غابا قال لها حديث كان ما نهل حديث كان ما نهل هو مثال لو كاني قوم لا يشقى جليسهم وي مجالس فدغيده علماء كاغ دواشهيد وا لو بدبادا حقيقه وي مد ايدا ادو حد حتى كو بدبادا كاغ دوينا انت كاغ دوينا كسي اغ دواته وا درجه كلي ودرجة كله وين مركا خير كي يمالها لغوها يهموغان انت هاي سانة كور قبا معناها كتشت لكن حديث كان ما نهلي قيل وحال ليدي أبيات بشوقه كينا يا مركا تصيص علمك فدقس الجاهلون أموات قبل موتهم والعالمون وإن ماتوا فأحياوا لو رقاب اللوري الجاهلون فموت الجاهلون فموت قبل أجسادهم نوال لوريا والعالمون وإن ماتوا فأحياه الجاهلون ضدك أقوان تدراني أموات وقلوبا وروحا ضدك جاهل ذا قلب أهان إيا النفهان يروحان بيوردنتين قبل موتهم أي قبل موت أجسادهم أنتم شركوا ذو النفط بايسن كدرين أيها النول والصعودة بايب ميدين أو من كان ميتا فأحيناه وجعل له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها والعالمون انت الدين كتقانا الله يقانا وان ماتوا ابدانا شنهن هبر بنتين فاحياوا حق اثارتي يا فضغودي علمغود ونولي غزالي كتاب اسمه اخرين او كن سنه كور دنتي بخاري واخرين زي كتاب كيسو او كن يلا بقول سنه كور دنتي صحابتي احاديث اخرين كتاب القران النبي يقول سدي جيب اخرين يعني علومه ايغو واه رقه لفي واه رتغي أي علم قودي يراد قودي يشرف قودي مقر قودي فد قودي تاجي لون بحصنايا نينك الجاهل كأنا أسوى نور بميت سعدي هايبا تركي سمر كان وميت سعدي وقبري قبري إسكس سعدي وقيل وحال لي وفي الجهل موت قبل الموت لأهله يدور لك الله رمري نوال آخر يا بيتك وفي الجهل قبل الموت موت لأهله نوال آخر يا وفي الجهل أقون درده وحاك جرته موت لمشي جيري قبل الموت موت كحقيقة كهر لأهل ذاتك جهلك وصاحبك فأجسامهم شركوذو يقنكوذو يؤقذوذو قبل القبور وقبور تطبطا إذ انتان ليسين لقن قبور إذا بقبور أساق بقبر السعوداء إنو النول يسمو ذا وإن امرأ روح لم يحيا بالعلم أن علم يكون عالمين ميت وميت سعودة وليس لهم حتى النشور نشور ماشي حين أوحى مشور حتى إن لآخر لقاليه فليس لهنا أيضا فليس لهم باعانة وليس لهم باعانة لما له وإن امرأ روح صومها لم يحيا أن كنا ولن بالعلم ميت وميت فليس له أمها حين النشور حلق للصوب بحن هيو نشور صوب بحن أمها معي لي روح نولا ودنتي أيا الله صوب بحياو أسوق مبا نوليو يا الله صونا شرياء الله صوحا شرياء ضد نولا ودنتي الله حبالي أسوق تاغن ببوعوا ميت يا قبر بها قرب الله صوب بحيا بيت كمقطع صهري وحكوا الآخر يا وإن امرأ ماشي هذا وأرواحهم في وحشة من جسومهم وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم حتى النشور نشور
إذن أبيات أصله حكتوسها يا نينك عالمك هدو دنتي حتى هدو دنتي وانول ياي جاهل كنا حتى هدو دقدقلين هاي وميت سعودة هلك شافعيت قرن إنسان قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش أقوام وهم في الناس أحياء إمام الشافعي هذا الكيس هو كلوي قد مات أقوام وما ماتت مكارمهم ضد بعض انتواهر أو الحبالي وليق من مدودي مقعودنا مرد من منهارين وعاش قوم يا قوم والأغرياء وهم في الناس أمواته ضد بعض نول نول حق أن أموات عطاء وما دام ذكر العبد بالفضل باقية فذلك حي وهو في التراب هالك أبو يضبط ما يلقى لي ومعاني ذا كنت مد وقيل وحاك والله يلي فذو العلم نك علمك هو صاحبك يبقى عزه متضاعفا باعانا لكن قابك لو ذاتك سوء وريا فذو العلم نك علمك هو صاحبك علمك على روح أقونت لعزه شرفتيس متضاعف وكرنا نك أقونت لشرفتيس وي لبان لابتا وي سيكرنا وي بلاشا وذو الجهل نك جهلك هو صاحبك جاهلك أنا ميت بعد الموت تحت التراب وحد مدحوه ماشى وحكوتشرة قادح من قواعد العروض أو القافية كوتشرة لكن سيدا أصل كي الله آخر يبيت كنت ضمبة وذو الجهل بعد الموت تحت التراتب وذو الجهل بعد الموت تحت الترائب تحت الترائب نوال آخر تحت التيارب نوال آخر تيارب كنوا التربة وذو الجهل أنك أقونت الدرنة بعد الموت ميت ما قبض عفوا ميت بعد الموت تحت التراتب عرضه هوس وميت كوي هيبة هران ميت بؤها ديلر وحوا وامحي وحا صح إلا إذا هذا تحت الترائب باصحة ومعلق وذا وذو الجهل ميت قبل الموت تحت الترائب باصحة ترائب تواكل حماه أصغر النول وكل حميس سيان ودون طالك رقاق قيس يوب ميدها وسابليدي سوي في عن طيب ميدها معناه صعب لكن هذا اللي إذا ذو الجهل ميت بعد الموت معناه اسمك يناي مركون نولا وموت هذا قبل هذا اللي قديم معنا كله دبلا بيت ديرو أبيض ديرو وكسو والله بدن كسو قاتو فإن فاتتك الدنيا هذه الدنيا كلها أفتي يوطيب نعيمها راحة هذه النعمة هذه ونعكسنين فقد أخذت بالعلم خير المذاهب الدنيا هذه كلها أفتي يحو عرب رقي هذه ونعكسنا فقد أخذت بالعلم علمك السبب كي وحدك قاتد كدكتي خير المذاهب ما الله مريم ما الله دقماش ونعكسنين بيت قيمة بطن ورحلة كتير وكتك وقيمة إلا قطعنا نهيم بقى هو النور كل النور يهدي من العمى وذو الجهر مر الدهر بين الغياهب بارحك كجرت علمك مرك أمانة وذاتك حنفقها وحولي هاي هو النور كل النور يهدي من العمى وذو الجهر مر الدهر بين الغياهب فإن فاتتك الدنيا وطيب نعيمها فقد فلا تحزنن فالخير فالعلم خير المذاهب روايتنا وجرتها فإن فاتتك الدنيا وطيب نعيمها فلا تحزنا فالعلم خير المذاهب المهم كما قلت وحاوي هداد نوش هاينا ميت سعلات هاي مركض أقوان درانتا هداد دمتنا وعندما شاء لغود درا يساوي مقدي نينك عالم كان وحاوي هدون نولي هاينا والبان نول نولش الدنيا دي تي علمي الروح ده هدود دنتنا تي الدنيا دم بالهلا علم جيسي نفتي سي روحي سي علم جي بيكونوا ليين أعراض صفات كنا كمتة كان جيردة معناها من بشخ وجيدة والله سبحانه وتعالى أعلم.